السلام عليكم يا رجاله. باذن الله ده تاني فيديو ليوم الاحد 9/6. الفيديو هيبقى طعم. احنا عملنا فيديو الغله، ده هيبقى فيديو الطعم بقى. مساء الفل يا رجاله. اول شغل الطعم، اول شغل الطعم. انت عامل ازاي اهي؟ طعم. دي طعم من الاوين، ملاهي غرقانه. اهي دي اول شغل طعم يا شباب. اوعى الجمال اهو. حته ما شاء الله. دي مراية غرقانة يا شباب. حتة بليمة بس كبيرة. اهي. اهي رجالة. حتة بليمة كبيرة. انا شغال يا جماعة على مراية غرقانة. مراية غرقانة يعني الناس اللي ما تعرفش يعني ايه مراية غرقانة. يعني بتيجي من بعد متر ونص من الشط. ترمي علف على غلة وتنزل عليهم بطعم او بغلة. دي اسمها المراية الغرقانة. بتاخد اكبر احجام سمك بالطعم لان شغال على مراية غويطة. فانت شغال فوق دماغ السمك على طول، مش محتاج السمك يطلع لك بره على المراية العادية. تابعونا يا شباب. يا غمسة يا شباب الرجالة الجهدة اهي. يلا كملي يا كملي يلا. ايوه الطعم بالذات يا شباب سيبوه براحته 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 براحته. مش هي السمكة مش هتضيع منه يعني. الغلة بقى عايز تبقى مركز معاها. الطعم لو سبتها وروحت هتيجي تلاقيها تاني يوم موجودة في السن. لانها بتبلع الطعم. ايه كفايه كده ولا ايه؟ ولازم في المرايه الغرقانه يكون المكان غويط، ما يكونش اي مكان. اداه رفعت من ورا اهي. لو المكان مش غويط ما ترفعش كده لان هي بتاخد الطعمه وتطلع لفوق. لو مكان غويط، لو مش غويط تاخد الطعمه وتمشي على وش الميه. يا رجاله خدتها اهي ماشيه اهي. ايوه كملي. ده مكان جديد يا شباب، مكان جديد ودور جديد لسه متنضف الصبح. انا بحبش اعمل يعني كل رحله لازم دور جديد، ما بحبش اقعد على نفس الدور. اهي عيلة اهي. ادام رفعت كده الغماز نام على وش الميه تعرف ان السمك خدت الطعمه وطلعت لفوق. معانا غمزه في الغماز التاني اهي اهي. استنى ما نضربها برضو على الليتش. التاني خدوا ماشي اهو برضه يا رجاله اهو. العب يا معلم العب يا كبير. ايوه رفعت اهي من ورا.
شو التنرية الأول. أيوة مرقتنا يا شباب، واللي جوا سحبة وماشية. تعال نضرب مين الأول، اللي جوا ولا اللي برا؟ أيوة أيوة نتقل عليه عشان نضمن. شوف اللي جوه يا رجاله، هو سحبتها يا شباب، هي رفعتها كده يا شباب، رفعتها ما جاتش حلوة. عسلية يا عسلية، سمكة عسل ازاي؟ قلبظة تصور. ده جبت بالغلا سواء شو حلوة. يا خرابة يا جدعان، هي نامت على الوش اهي. اوعى 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 يا رجالة، تعالى يا جميلة خش عليا. هيا شباب، هيا شباب، لحد فكرة صغيرة اهي. ايوه ايوه تعالي خش عليا. تانية جاية برضك عليا اهي، نضربها يا رخلة بسرعة. كمل ايوه كمل كمل، روح روح. ايوه معايا غمزتين، كل عود غمزة.
يلا خلصي بقى. ساعة زي دي صغيرة يا جماعة، نرميها تاني. شوف التانية بقى بالمرة. العب يا معلم، العب يا كبير. السمكة مدورة ازاي يا شباب؟ السمكة ملزلزة. هل جبت تاخد ايه؟ اهي ايوه، غرقي غرقي بقى، غرقي لتحت اهي، تحت تحت كده ماشي برضو. ايه يا شباب، كملي الغمزة بقى، روحي بقى انت، يلا غرقي. ايوه ها اه. تعالي تعالي قابل يا معلم، اهي كملي بقى، بقالك ساعة بتسحبي مش عارف تخلصي. ده هترمى تاني يا شباب عشان صغيرة. اهي يا رجالة، دي صغيرة هترمى تاني. ايوه ده رفعتها يا شباب، يبقى كده هتسحب لجوه، فنديها احنا بقى. جت لاتش، قال لو جت لاتش.
كله يا رجاله شويه سمك اللي جم معانا لغايه دلوقتي. دي اعتبر دلوقتي الساعه دلوقتي حدود 3:30، 3:30 السمك اللي طلع اخر حاجه، السمكه بتاع الغله بتاع اخر حاجه اهي، وده اللي طلع قبل منه، الدكر قبل منه تاني اهو، اهو رجاله. والباقي السمك في الجناب اهو، ده غير اللي تحت التلج، ده قارين الكبار اهم، واحد اهو واحد اهو، الصح لسه بيلعب له بقه اهو، ده الكبير. لو عجبك الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك، ولو لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك معانا وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم.